السلام عليكم. شحال من واحد تيسولني كيقول لي وقتاش بديتي الورك اوت وشحال انت كدير الورك اوت؟ انا اليوم غادي نقول لكم وقتاش بديت الورك اوت وشنو السبب اللي خلاني باش ندير الورك اوت. انا كنت كنتفرج فيديو ديال ستريت ورك اوت من شحال هادي، كان كيعجبني هذاك السيل، الناس كيدريني وكيقصروا وكيدير واحد السيل زوين كيعجبني نتفرج. ولكن كيفاش بديت الورك اوت؟ انا ارتست دو سيرك، كنقرا في مدرسه السيرك الشمسي، كنتعلم باش نكون فنان السيرك. وكتب ليا وتهرس هذيك التهريسه اللي هرست، قسمت ليا الشوفيه على راس، تقطعوا ليا العصب، تقطع لي كلشي. وانا كنت كنتريني 8 السوايع في النهار، ملي تهرست تعقدت، قلت ويلي ما بقاش نترين انا، كيفاش ضروري خصني نبدا نترين؟ صافي وي بان ليا ستريت ورك اوت قدامي، قلت انا ما قدرش نخدم برجلي، غنبقى نتريني غير بار فيكس ديبس حتى نصحاح حتى تبرى رجلي. وصافي من تما بديت بشويه بشويه دقه دقه، بديت تنتريني في بار فيكس، كنمشي للاصال بالعكاكز تنتريني، تنوجد عاوتاني كنمشي للترويض كنتريني في الترويض، كنرجع كنتريني في لاصال، كنتريني 5 سوايع 4 سوايع في لاصال. قوت الغدا هذوك كنخرج وفيا الجوع ديال لونطريم، يعني كنخرج وانا مازال باغي نتريني. وصافي بقيت بشويه 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 باش بديت الورك اوت مزيان في رمضان اللي داز، ماشي هاد رمضان ديال 2014، رمضان ديال 2013، هذاك هو الشهر الاول اللي بديت فيه. والحمد لله ملي جيت نشوف لقيت راسي عندي الصحه، ولقيت راسي كندير الورك اوت بلا ما نعرف، يعني ملي جيت ندير فرونت ليفر لقيت راسي كندير فرونت ليفر، جيت نجرب مسكلاب لقيت راسي طلعتها، باك ليفر لقيت راسي تنديرها، هيومن فلاك تنديرو. اما الفري ستايل ما عمرنا درناه، ولكن مع كنفهموا الموفمون حنا بالزربه وعندنا لا فورس، شنو كيبقى لك غير براتيك. صافي تنثيقوا في بعضياتنا، كتقولي شدني ها كيفاش نطيح ها كيفاش ندير، صافي كتثيق كتجي تيسيي المره الاولى كدير الموفمون، يعني ملي كتكون عندك لا فورس وكتفهم التكنيك كيفاش دايره كتبقى لك تطبقوا. يعني هاد جوج حوايج راه درتي 70% ديال الموفمون غير كتطلع كتطبقوا، خصك ما تخلعش، الخلعه كتهرس كلشي. والحمد لله من تما بقيت غادي 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 غادي، احنا كنتريني وحنا تنتعارفوا، بدينا بشويه بشويه حتى ولا ستريت ورك اوت منتشر في المغرب ولا مشهور. ايوا ملي جات الكومبيتيسيون الصراحه لا ما كنتش باغي نشارك فيها، كانت عندي الخدمه، وهذيك النهار الكومبيتيسيون اللي غندوزو من موراها بشهر عندي انا البروجي فان ديتيد ديالي. والحمد لله قلت صافي، قلت لحمزه انا غادي نشارك، وفي يد الله انا ما باغيش ما معوش نتا، ولكن باغي نشارك نقصر وصافي مع الدراري. وحنا قصرنا وكتبت، دينا بريمير بلاس بروميير تورنوا في المغرب والحمد لله. المهم اهم حاجه ننصحكم بها الدراري هي تكايسوا وردوا البال صحتكم وحاولوا ما تسرقوش، يعني في ستريت ورك اوت ماشي هو راك كدير الفري ستايل ولا كدير لي موفمون بزاف راك كدير ستريت ورك اوت، لا تريني لصحتك مزيان، تريني بروغرام مزيان، ملي غتبغي تجي تقصر فري ستايل ولا شي حاجه غتلقى عندك الصحه غيجيك ساهل وبالزربه غادي تشد العاب. المهم هو ردوا البال صحتكم، ولا بغيتو ديروا شي لعبه صعيبه ولا شي حاجه ديروا البارد بيناتكم، البارد هو كالي صاحبك اللي كان غيطيح باش بحال هكا تقدروا تزيدوا القدام وانت واحد فيكم ما يتبليسه. وبالنسبه للدراري اللي يلاه بادين ما تحاولوش تفكر تقول غندير 360 ولا لا، الا كان عندك ميسكل ضعيف وشديتي من الفوق وتنطرشي راه يقدر يوقع لك دي شيرور ولا طونطين في كتفك وغادي تحبس في مره. اللهم ابدا بشويه بشويه دقه دقه حتى توصل.